راديو ميد اون فاك دو بونور. منظمة الحلف الأطلسي وربما يساعدهم خير من الجزائر، لأنه الجزائر مثل السودان ومثل بلدان أخرى يحبوا حجم ويحبوا شد ويحبوا العالم العربي يتشذى وما تبقالوش رأي في المذهب. ناهيك أنه اليوم الأمين العام للجامعة العربية لو كان أعطوه كرسي في 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 لوطن أحسن من اللي هو قاعد في القاهرة ويتكلم باسم العرب. على فكرة اسمه نبيل واسمه عربي. في الزمان هذا التعيس. لو أعلم هو نبيل ولا عربي بالأساس. سي عبد الله العبيدي، ممكن من النقاط أو من الملفات اللي خلات الأمور تتعقد شوية هو الملف متاع الصحفيين المختفيين في ليبيا، نذير الكتاري وسفيان الشرابي، زملائنا كل التضامن معهم. خلينا نقول لك وين أخطأنا وكيفاش لازمنا نتعاملوا مع الدوسي هذا. زملاء الأولاد مازلنا ما نعرف فيه حسب الحالة. احنا شفنا أمريكا القوة الأعظم، مش القوة العظمى، القوة الأعظم في العالم، متولها بيرل تعرفوا اللي مات في باكستان، وفي وسفيرها مات في 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 ليبيا، واعوانها ماتوا في ليبيا وفي اماكن اخرى في لبنان وقت حزب الله فجر السفاره الكل، ماتوا 250 ولا قداش. بحثوا في الحالات هذه ما عادش الشعور ولا الفكر السليم هو اللي سيد الموقف. اذا كنت وجدت في منطقه يزمك في منطقه تهزها الرجات هذه يعني التاريخيه، يزمك تقبل التبعات. تونس وقت اللي تقول لي وزارة الخارجية أعطت معلومات، احنا يزمنا نوضح للمواطنين ومستمعينا أنه الخارجية ما تعطي كان معلومات للجهة من عند أجهزة رسمية تونسية أخرى ولا غير تونسية، لأنه الخارجية لا تنتج للسياسة الخارجية ولا تنتج المعلومات. الخارجية والديبلوماسية تسوق للسياسة الخارجية اللي تعد في مختلف الوزارات نتاع تونس واللي هي تشكل امتداد مصالح تونس في الخارج. ما كانش هنا نجم وإحنا نتصور أن تونس على الأقل عندها أنتنات غاديكا في ليبيا باش تعرف شنو اللي صاير في ظروف عادية. ما عندهاش. أنا نأكد لك اللي ما عندهاش. علاش؟ لأنه في الظروف العادية حتى المعلومات اللي تجيك فيما يخص مواطنيك ثم شبكات متاع تعاون استخباراتية. احنا نعرفوا اللي مختلف سفارات الغرب في ليبيا تنقلت بالمقر لتونس. ونعرفوا الساتليت ما تعطيكش معلومات ميدانية على أولادنا دوما المحتجزين، يلزمك حضور بشري غادي. وانا اشرت لك منذ حين، انت قلت لي ما فماش هذي. ما فماش، ما كناش نجمو نتعاملوا مثلا مع مخابرات اللي عندها غادي كما تقدم كما الجزيريه كما المغاربه كما التلاين كما الامريكان. عندهم فرنسيين على الشطوط على يعني على اطراف ليبيا، اما في العمق الليبي حتى حد ما عاد يتجاسر ويمشي للعمق الليبي. هذاك علاش ما تسمعش هاي مصر تبعث. لا، مصر ما تبعثش، تبعث عسكريين ربما، تبعث ناس في أماكن معينة في قبائل، ما تعرف التقسيم القبلي في ليبيا، ثم قبائل برمتها في مأمن على الأمور هذه. احنا بنفسنا نعرفوا عندنا ناس تقول تلفنا الفلان ولا تلفنا الفلان، قال لباس منطقتنا باس، ثم مناطق ما مساش خاطر ليبيا شاسعة فيها مليونين تقريب، 1,900,000 كيلومتر مربع، 4 مرات قد فرنسا تقريبا أقل شوية، مش كلها مسها وثم جهات لا فيها العباد ولا حيوانات، وثم مناطق بعيدة على أبار النفط إلى غير ذلك، بحيث ما يغرناش الأمر أنه ليبيا كما لو كانت باريس ولا كانت يعني ثم مناطق نائية وثم جهات ما مساش الإرهاب هذا وكذا. راديو ميد اون فاك دو بونور.
هذا كلامك صحيح 100%، ولا أدل على ذلك من حجم التهريب. تهريب ما جيش البضاعة هربة وحدة وانت تتلقاها في الحدود، يهرب لك شخص. دونك عندك معاملات كبيرة وسميكة مع الجهات الأخرى، لكن الإرادة السياسية ما توفرتش. أنا أشرت لك منذ حين أنه جهات في تونس مش قابلة هالتعامل هذا، لأنه تونس والقبائل التونسية، حتى عند قبائل في جنوب تونس تتعامل مع القبائل المتاخمة اللي هي متصارة مثل النوايل ومثل الزنتان وغير ذلك، لكن الإرادة السياسية ما هيش متوفرة للقيام بعمل سياسي اللي ربما يقول إلى يعني ترجيح كفة الجهة هذه في ليبيا على كفة الجهة الأخرى اللي جهات في تونس. وأنا قلت لك منذ حين أنه تونس أصبحت برشة تونس، مش تونس واحدة. فهما تونس تحبنا نتعامل وتحب يستقر الأمر ويخرج الأمريكان من غادي ولا 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 لوطان، قطر يزمك تعرف ويزم يعرف كل تونسي يسمع فينا أنه الحلف الأطلسي والجهات المهيمنة الغربية تستنى في الليبيين حتى يكسروا بعضهم ويستنفذوا الذخيرة الموجودة عندهم باش يرجعوا لهم، باش يرجعوا لهم، لأنه ليبيا منفذ على البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للساحل والصحراء، والساحل والصحراء بنفسه أصبح رهان اليوم، ويحبوا في 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 جنوب الجزائر يحطوا يعني يحطوا يركزوا نواة متاع مضايقة واحتكاك، لأنه المنطقة الكل يلزم العالم العربي الكل يتشذى. هذا معاش نظرية المؤامرة، معاش نظرية وين سيخذ مبادرات فردية بالتعاون بالطبيعة وبالتنسيق مع الدولة التونسية باش نحاولوا نحروا أولادنا اللي موجودين غاديكا، كل منه مختطف نحاولوا قوموا ببادرات مع القبائل مع الناس النافذة والمؤثرة غاديكا. تقول لي الإرادة غايبة. سؤالي ليك في الأخر، قالنا تقريبا دقيقتين ولا أقل شوية الأستاذ عبدالله العبيدي دبلوماسي سابق والمحلل السياسي، سؤالي ليك هل أنه فما ناس توانسة قاعدة تدفع نحو تأزيم العلاقة بين تونس وليبيا بين الشعبين؟ لأنه نعطيك مثال وحادثة متاع أحد رجال الأعمال الناس كل تعرفه من غير ما نسميه، يمشي الغديكة باش يقابل شق سياسي معين باش يحرض على زميله سفيان بن حميدة باش معناتها يعطي تصريحات حتى معناتها ضد مؤسسات الدولة، يفتري فيها على مؤسسات الدولة. معناتها القرآن يقول أعداء تعلموهم وآخرون لا تعلمونهم. هذا شخص يمكن معروف، لكن ثم أشخاص يعني وما خفيه كان أعظم. ثم خفيه كان أعظم. بالطبع أنا قلت لك ثم تشرذم في منظومة الحكم في تونس. الناس ما يحبوش يستقر الأمر، لأنه يعني ثم جهات أخرى تدفع. احنا نعرف أنه ثم جهات تتوسط بين مصر والإمارات، جهات أخرى تتوسط بين أمريكا. عندما جي سيد رئيس الجمهورية وقلنا رانا أبرمنا اتفاقية مع أمريكا باش تحمينا، احنا نعرف أمريكا ضد أوروبا. أمريكا اليوم هالبؤر التوتر الموجودة ما ننساوش، وربما ننسى أنها هي في محيط أوروبا، وأمريكا ما تحبش أوروبا تلتحم مع روسيا، وما تحبهاش كذلك تلتحم مع محيطها العربي الإسلامي، خاطر يكسبها قوة ووزن اللي يخليها في غنى على أمريكا. أمريكا ما كانش تكون في المنطقة لو كان أصحاب المنطقة مالي المنطقة من أوروبيين وعرب ومسلمين كانوا منسجمين فيما بينهم واستقر الأمر. اليوم الجهات الموجودة تشرذم منظومة الحكم في تونس متشرذمة وتجمع الأضداد. ثم جهات تحب الجهة هذه تنتصر في ليبيا ويستقر لها الأمر حتى يستمدوا منها الموارد وإمكانيات القوة، وثم جهة أخرى تحب الجهة الأخرى. احنا نعرف وحفتر هو ما من بقايا النظام السابق، وبقايا في بين ظفرين لا ايجابي ولا سلبي، طريقة يعني حياديه، ويحب يعيد نظام القذافي بغير القذافي. هذا امر مفروغ منه، يعني معادله صعيبه، يمكن معادله صعيبه اقوى من تونس واقوى من ليبيا، وفما لعبه مخابرات ولعبه قوات دوليه كبيره كما قلت انت في اطار مخطط تقسيم المنطقة العربية، تقسيم المنطقة والهيمنة على موارد. اليوم عندنا 40 إلى 50 سنة حسب تقديرات الأخصائيين موارد من غاز وبترول في المنطقة هذه ونفط في المنطقة هذه. يحبوا تتصدى أمريكا، لأنه أوروبا تشعر أنه ولا ما خلتلاش أمريكا زي القوة مش تتصدى للعمالقة الأسيويين والصين بصفة خاصة. حتى في 40 سنة هذه إلى أن تتحول التحول الطاقي، حتى لا ترانسفورماسيون ولا الترانسفير انرجيتيك، يحبوا يهيمنوا على المنطقه حتى ما يخليوش قوى اخرى تقوى. لعبه كبيره، لعبه صراعات دوليه كبيره، واحنا ما عندناش ليها طاقه، واحنا ما عندناش ليها طاقه، وداخلين في لعبات مرات ما نتشرذم كما قلت. برشا اطراف داخله في اللعبه التونسيه، ما حددناش يعني جذع مشترك حتى نمشي في مصلحتنا. على كل حال دوسي اكيد